سنة 82 كان مسلسل عبد الله النديم، وكان ألحان عمار الشريعي. سنة 84 كان مسلسل أبو العيلة البشري، وكان برضو ألحان عمار الشريعي. بعد كده عملنا مسألة مبدأ، عملنا الرحايا، عملنا شيخ العرب همام، عملنا وادي الملوك، عملنا ابن ليل، عملنا أعمال كتير في الثورة، عملنا ضحكة المساجين. آخر عمل هو كتبه الله يرحمه يعني كان الوسواس، الناس هتشوفه إن شاء الله في رمضان، فيه 22 أغنية. ومعظم الأعمال اللي عملناها زي أبا الجبل طبعا، يعني ده محطة مهمة جدا يعني. من الحاجات اللي الناس كمان هتتبسط بيها إن شاء الله مسلسل الوسواس إن شاء الله. بإذن الله. طيب ده بالنسبة للأعمال الفنية التي جمعت بينك وبين الشاعر الراحل، ماذا عن يعني طبيعة العلاقة الشخصية التي نعلم أنها كانت قوية بينك وبين الشاعر الراحل؟ هو يعني أنت لما تشوف كم الأعمال اللي عملناها سوا تعرف إن إحنا قد إيه كنا يعني قريبين من بعض، كان في علاقة صداقة بين أخ وأخوه الأصغر بشكل جميل. ونفسيا أنا كنت بعتبره أبويا، يعني هو طبعا الفرق في السن بيني وبينه مش كبير، بس يعني نفسيا أنا كنت بحس إنه أبويا، كنت بستشيره في حاجات. هو كان ليه نصايح كده، يرمي كلام كده من غير ما يقول لك نصيحة مباشرة يعني، فأنت عليك إنك تفهم تستقبل اللي هو بيقوله يعني. والله يعني احنا بلدنا بتنجب كل شويه فنانين، لكن مفيش بصمه الابنودي يعني. وياما احنا شفنا، وحضرتك شفت اكيد، شعراء حاولوا كتير يعملوا اللي بيعملوا الابنودي، وشفنا واتشهروا، مش لازم نقول الاسماء يعني، لكن برضه مفيش فايده، مفيش زي الابنودي حقيقة. انما بلدنا هتنجب ناس تانيين بيكتبوا شعر تاني بشكل تاني مختلف عن الابنودي، ومصر ولا ده يعني زي ما بيقولوا. يعني سيبك من العنوان، لانه المتحف هو بتاع الابنودي، السيره الهلاليه هي جزء من مجهود او جهد عمله الشاعر الكبير عبد الرحمن الابنودي. حاجه تسعد انه البلد قدرت انه الابنودي لازم يتعمل له متحف يستفيد منه الاجيال كل شويه عشان يعرفوا انه الراجل ده ما كانش بيكتب شعر جميل.